السلام عليكم ورحمة الله زبائننا الكرام، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مفيد بمقارنة جهاز الـ MX808 مع جهاز الـ MX808TS، أو احنا نقدر نقول حتى MK808 مع الـ MK808TS، لأنه هذا الإكوفلنت موديل تبع الـ MK808. هذا لو شايفينه MX808 بيجي منه MK808 اللي هو بتحديث سنة، احنا بنبيعه بتحديث سنتين، هو نفسه بالضبط. وهذا الجهاز كمان الماكسي تشيك MX808TS، وبيجي منه كمان MK808TS تحديث سنة، هذا تحديث سنتين، نسخة الديلر أو الوكيل الوكلاء الرسميين تبعين أوتو اللي بيبيعوا هذا الجهاز. طبعا لو شايفين هذا اسمه ماكسي تشيك MX808 إذا واضح الصورة، وهنا هذا اسمه MX808TS. فرقت TS اللي هي تاير سنسور، هذا فيه برمجة ضغط العجلات، وهذا العادي ما فيهوش برمجة ضغط العجلات، فقط هذا الفرق من ناحية السوفتوير. من ناحية السوفتوير لو شايفين هذه برمجة ضغط العجلات، هنا هذا ما فيه برمجة ضغط العجلات، يعني اللي بهمه الجهاز يبرمج، يروح يبرمج السنسور اللي بالتاير جوا بيشتري هذا الجهاز، واللي ما بيهمه بيشتري هذا الجهاز. الاثنين بيكشف الأعطال لجميع أنواع السيارات، بيمسح الأعطال لجميع أنواع السيارات، بيطلع تقرير بيشوف إن المعلومات الحية، بيطبع تقارير كمان بيشوف إن المعلومات الحية، بتراقب أي إشي بدك إياه، ولكن ما بيعمل إن هذولا الأكتويشن تيست. ما نحب نركز على النقطة هاي. اثنين تحديثه سنتين مجاني، الاثنين قادرات على الشبك التلقائي اللي هو خاصية الأوتو فنت ديكشن إحنا بنسميها، أو الفحص الذكي اللي بتعرف على السيارة بدون ما أنت تختار بشكل مانيوال. الاثنين فيهن سيرفيس ريسيت حوالي 19 ريسيت او اكثر شوي. هذا نفس الشيء طبعا، كل الموجود هنا موجود هنا عندنا. هذول الاثنين ما بيعمل برمجة او كودينج زي الماكسي داس او زي الماكسي برو او زي الماكسس ال 906 او ال 908. الجهازين هذول رائعات جدا للاستخدامات المتوسطة، استخدامات الورش الصغيرة والاستخدامات الشخصية، بقيمة بسيطة جدا. السعر بيختلف طبعا، هذا بيختلف انه سعره اغلى شوية، هذا من بيعه احنا حوالي ب 2500 درهم حاليا هذا السعر لليوم، وهذا الجهاز من بيعه بسعر حوالي 1650. فالاختلاف بيكمن انه لانه هذا فيه برمجة ضغط العجلات، وهذا فيه كمان وصلة البلوتوث. من ناحية هاردوير، هما الهاردوير خلينا نحكي عنها ناخرها شوي عشان نحكي بالفروقات الهاردوير. هذا شاشة 7 انش وهذا شاشة 7 انش، هذا بشبك مع السيارة عن طريق هالبورت، هذا بتشبكه بالكيبل، شايفين الكيبل هذا؟ هذا الكيبل بتشبكه، بتشبكه بالسيارة من تحت، فإذا هو بتوصل عن طريق الكيبل، أما هذا بيوصل عن طريق البلوتوث. قطعة البلوتوث هاي بتركب بالسيارة، وبتكون أنت بتقدر معاك مجال تتحرك حوالين السيارة 20-30 متر زي ما بدك. فالفروقات بالهاردوير صفت إنه هذا كيبل وهذا كيبل. طبعا الاثنين بيجي معاهن كيبل الشاحن، هذا بيشحن، هيو معاه شاحن طبعا، لو شايفين الاثنين نفس الشيء، بيجي معاهم الكيبل هذا وبيجي معاهم هذا. فتحنا السوفت وير من الداخل وفتحنا هذا السوفت وير من الداخل. اذا شايفين هذا فيه هون تي بي ام اس اللي هو تاير بريشر مونيتورنج سيستم في التي اس، ولكن مش موجوده في جهاز الام اكس ام اكس 808 او الام كي. شوف لو شوف ترتيب الامور بيختلف، لانه في الاوبشن هذا اللي هو برمجه ضغط العجلات، عدا ما ذلك الدياجنوسيس كلها موجوده نفس الشيء. تمام، هذه السيارات كلها نفس السيارات بالضبط، الهيستوري اليو اس اي كارز